طبعا فخور وسعيد جدا بالمساهمة أو المشاركة في مؤتمر سيمتكس يومكس 2022. يأتي المؤتمر في وقت مناسب جدا لنا، خصوصا بعد مرحلة التباعد البشري ومرحلة البانديميك اللي مرينا فيها خلال السنتين الماضيات. الاحتياج سواء كان المدني أو العسكري للأنظمة ذاتية القيادة في كل المجالات وكل القطاعات، سواء كانت القطاعات التجارية، قطاعات الأغذية، قطاعات الأمن أو القطاعات العسكرية، صارت على وتيرة أسرع. ويأتي المؤتمر اليوم بالأخص متفاجئ بالعدد الكبير من الحضور والمشاركات، فيثري عندنا القدرات، يثري عندنا معلومات اللي ممكن نكتسبها من الدول المشاركة، من الشخصيات المهمة المتوفرة اليوم أو الموجودة في المعرض، تعطينا نظرة إلى ما يتم تطويره عالميا، وتعطينا نفس البنشمارك أو مقارنة معيارية إلى وين نحن اليوم وما نصبو إليه إن شاء الله في المستقبل. فشاكر طبعا لحسن التنسيق والتنظيم سواء كان من أدنك والشركات أو الجهات المنظمة، شاكر جزيل الشكر لوزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة لتنظيم هذه الفعالية، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع.